السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حصاد الصحافة، والذي من خلاله نبرز لكم أهم ما جاء من عناوين ومقالات للرأي والتحليل السياسي خلال أسبوع كامل وحول أهم وأبرز القضايا، كما نعرج على صفحات التواصل الاجتماعي لاختيار أهم المواضيع التي يتم تداولها خلال الأسبوع، وبعدها ننتقل لآخر جولة للصحافة في حصاد الأسبوع وهي الرسوم الكاركترية. فأهلا بكم. بداية قراءتنا لأبرز عناوين هذا الأسبوع من موقع صحيفة 14 من أكتوبر ونطالع فيها: رئيس الجمهورية يثمن جهود المبعوث الأممي لإحلال السلام. رئيس الجمهورية يناقش مع السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع في بلادنا. رئيس الوزراء: سنركز جهودنا لمواجهة إجراءات الميليشيات بحق العملة الوطنية. مستشار رئيس الجمهورية دكتور أحمد عبيد بن دغر: مستقبل اليمن يتوقف على قدرتنا على بناء دولة تحميه وتؤمن استقراره. وبالانتقال إلى موقع صحيفة 26 من سبتمبر، حيث علقت بالعناوين التالية، ومنها: نائب الرئيس يناقش مع السفير البريطاني مستجدات السلام في بلادنا. وزير الدفاع يشارك في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية المصرية. ناطق القوات المسلحة: المؤسسة العسكرية تمثل إرادة الشعب في مواجهة التطرف والإرهاب. رئيس التحالف الوطني للقوى السياسية: غياب عمل الأحزاب يهدد الوحدة والمشروع الوطني. ومن موقعنا الأخير من فقرة عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، نقرأ لكم من موقع صحيفة المشهد اليمني العناوين الإخبارية التالية: رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تطوير أوضاع الجامعات اليمنية. وزير الخارجية يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي وفرنسا لدى بلادنا. توجيهات رسمية بضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية في تعز. مركز الملك سلمان يوزع 25,500 كرتون من التمور في أبيان. مشاهدينا الكرام، نبدأ قراءة بعض من مقالات الرأي والتحليل السياسي ونعرج على أهم ما كتب فيها، والبداية مع الكاتب محمد سالم بارمادة، مقال بعنوان: عندما نتحدث عن كبير أنت يا هادي. يبتدئ الكاتب مقالته بأنه القائد الذي ليس له أهداف يشبه سفينة بلا دفة تتخبطها الأمواج، ودائما تكون معرضة لخطر الارتطام، بينما القائد الذي له أهداف يملك زمام سفينته ويتقدم بثبات مهما كانت قوة الأمواج التي تحيط به. وهذا حال رئيسنا وقائدنا وولي أمرنا الشرعي فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي. ويواصل الكاتب مقالته قائلا: فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي الذي رسم لنفسه أهدافا منذ تولي الرئاسة وبقي متمسكا بها حتى اللحظة، ضرب المثل الأعلى في التعالي على الجرح لإيمانه بأن المصلحة الوطنية اليمنية فوق كل الاعتبارات، فتمسك بحق الشعب في أن يرى الدولة المنشودة مهما كانت الضريبة.
وأكمل الكاتب بارامادا مقالته أن فخامة الرئيس القائد عبد الرب منصور هادي غلب المصلحة العامة والوطنية على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة لإيمانه أنه السبيل الوحيد للسير باليمن إلى بر الأمان. فمنذ انقلاب الحوثيين ظل فخامته ينشد السلام ويمد أيادي للسلام الشامل الكامل والحقيقي الذي يقوم على احترام إرادة الشعب وتضحياته وسيادة دولته. وأكمل قائلا: يؤكد فخامة الرئيس هادي أن السلام في اليمن هو النهاية الحتمية لما يعانيها الشعب اليمني، ولن يتحقق إلا بانتهاء الانقلاب وإزالة آثاره والعودة إلى المسار السياسي. بعد ذلك وقف فخامة الرئيس القائد المشير عبد رب منصور هادي أمام كل المشاريع الضيقة التي تعتقد أن الوطن ملكية خاصة لها على أساس سلالي أو مناطقي أو حزبي مقيت، وكان ولا زال أقوى بوجه الميليشيات الانقلابية الحوثية الإيرانية وكل من تحالف معها، ولم يمكنهم حتى اللحظة من اليمن، بل وأسقط مشروعهم الذي أرادوا من خلاله جعل سفينة الوطن محطمة على أمواج عاتية متلاطمة في ظلمة ليل تبكي فيه المنارات سفن الوطن التي تحمل أبناءه إلى شواطئ الحياة السعيدة. وختم كاتبنا بالقول بأنه لا يخفى على الجميع أن كل طرق الدبلوماسية الرزينة الهادئة الفعالة تؤدي إلى الرئيس، والدبلوماسي عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، فهو فارس مغوار لا يشق له في سوح العطاء الدبلوماسي غبار، مشهود له بالكفاءة والنزاهة والاستقامة وبوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، تواجد على كل الثغور الدبلوماسية ورفع بعمله ومهنيته شأن اليمن في المحافل الدولية، وذاد عن حياض الوطن بحكمة وعبقرية وشجاعة ونكران ذات. وختم قائلا: فخامة الرئيس القائد عبد رب منصور هادي، عندما نتحدث عنك كبير أنت يا هادي، كيف لا؟ والوطن يحتاجك ولا يحتاج لحفنة من مؤججي الفتن والصراعات، وبالتالي فإن الوقوف خلفك وخلف مشروعك الاتحادي الجديد الذي بدأته بيمناك ودافعت عنه بصحتك وتعبك وصبرك وحكمتك وتألقت مقاربته الأمنية والتنموية محليا وخليجيا وعربيا ثم دوليا واجب ديني وأخلاقي ووطني. حفظ الله اليمن وشعبها وقيادتها ممثلة في فخامة الرئيس القائد عبد رب منصور هادي من كل سوء، وجعلها دوما بلد الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. الآن ننتقل لموقع المشهد اليمني ونسلط الضوء على مقال للكاتب الدكتور عبد سعيد مغلس تحت عنوان: الرئيس هادي يبني يمن الحاضر والمستقبل. بدأ كاتبنا في سرد مراحل تطور التاريخ في اليمن، ومنذ خروج اليمنيين من التأثير والدور الحضاري بسبب الهيمنة الفارسية الأولى قبل الإسلام، والتي أدت لتغييب عظماء التاريخ اليمني ومشاريع صناعة التاريخ العظيمة، خرج اليمن واليمنيين بسبب ذلك من الفعل الحضاري والتاريخ، وغاب ذكر سبا والأحقاف وحضرموت وقتبان وحمير وريدان. وأسهب قائلاً: تتكرر دورات التاريخ بعظمته ومشاريعه الحضارية برجال يقدمون مشاريع بناء دولة الوطن والمواطنة الإنسانية ودولة المعرفة والتنمية والاستقرار، وبكل ذلك يكتب التاريخ صفحاته، وتقدم الحضارة منتجاتها، وبغياب صناع التاريخ ومشاريعهم غاب اليمن الدور والحضارة والتاريخ، وهكذا دخلت اليمن دهاليز النسيان وغابت عن الذكر والفعل بسبب مشروع الإمامة وأغلالها الذي غيب صانعي التاريخ ومشاريعهم لبناء الدولة اليمنية والحضارة اليمنية. لافتا إلى أن منهج الإمامة في السلطة والتسلط عصفت باليمن
الحروب البينية التي اشتعلت تحت مسميات مختلفة مذهبية وطائفية وعنصرية وقبلية ومناطقية، وظل اليمنيون يحاولون مرارا عبر مسيرة تاريخهم الخروج من قيود هذا المشروع الإمامي وتحطيم أغلاله، حتى أطل علينا التاريخ اليمني بدورته المعاصرة لتنطلق من بين أسطره ثورتي سبتمبر وأكتوبر لتصحيح المسار بإعلان التخلص من الإمامة والاستعمار، واستطرد قائلا: يأتي بعدهما إعلان الوحدة اليمنية ليستعيد اليمن الوطن والشعب لحمتهما الوطنية. وظل اليمنيون يسعون نحو المشروع الكامل لبناء دولة الوطن الواحد والمواطنة الواحدة ودولة المعرفة والتنمية والاستقرار والحضارة للتاريخ لحظته، بما تعرف باللحظة التاريخية، يصنع فيها التاريخ ويكتب، حين تتلاقى فيها دورة التاريخ. الرئيس هادي قائد تاريخي يقدم مشروع حضاري تاريخي، فتكون هذه اللحظة هي الصانعة للتاريخ والحضارة الإنسانية، ولحظة اليمن التاريخية هي بتلاقي اللحظة التاريخية بالقائد التاريخي فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي ومشروعه التاريخي اليمن الاتحادي الهادف لاسترداد اليمن لدوره وتاريخه وبناء حاضره ومستقبله. وأكمل قائلاً: ولهذا تكابلت عليه وعلى مشروعه ولحظته كل القوى المناهضة لليمن والمستهدفة، منعه من استعادة دوره الحضاري وتاريخه، وعلى رأسها الإمامة بمشروعها القديم الجديد الحوثية وامتداداتها القديمة الجديدة إيران، لتحارب اللحظة التاريخية والرجل التاريخي والمشروع التاريخي، لتمنع قيام اليمن الاتحادي واستعادة اليمن لدوره الحضاري وكتابة تاريخه مجددا بإرساء دولته الاتحادية، دولة الوطن والمواطنة، ودولة المعرفة والتنمية والاستقرار، دولة الحاضر والمستقبل. الدكتور مغلس ختم مقالته أن عناية الله راعية وحامية لهذه اللحظة التاريخية ورجلها التاريخي ومشروعها التاريخي، ويؤكد ذلك صمود فخامة الرئيس عبد رب منصور هادي أمام أقسى وأبشع الظروف والتآمر والخذلان ورفضه المطلق التفريط بالشرعية والمشروع والوطن، وختم قائلاً: اليوم فخامة الرئيس هادي يقود مشروع اليمن الاتحادي نحو اكتمال اللحظة التاريخية لبناء حاضر اليمن وتأسيس مستقبله واستعادة دوره وتاريخه وحضارته، برعاية الله وتوفيقه ودعم المملكة الشقيقة بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان ومعهما تحالف دعم الشرعية. نصل المشاهدين الكرام نحن وإياكم إلى آخر مقالاتنا السياسية للكاتب الإيراني المعارض أمير طاهري في صحيفة الشرق الأوسط، مقالا تحت عنوان: إيران لماذا لم تنفع الوصفة القديمة؟ واستهل المقال بالقول: مهما حاولت طبقة رجال الدين الحاكمة في إيران تزيين الأحداث الجارية في البلاد وطرحها في إطار إيجابي، يبقى الأمر الواضح للعيان أن جمهوريتهم الإسلامية ليست في مأزق فحسب، وإنما في مأزق عميق. وواصل قائلاً: واجهت إيران حركة مظاهرات ضخمة في طهران وعدد من المدن الكبرى الأخرى، واضطرت لاستخدام القوة لسحق حركات التمرد في صفوف الأكراد والتركمان داخل إيران، وتبعا لأفضل التقديرات المتاحة فإنها كي تضمن بقائها أعدمت إيران أكثر من 15 ألف شخص ودفعت بأكثر من 8 ملايين إيراني نحو المنفى، ناهيك عن حرب الأعوام الثمانية التي أشعلها الخميني مع العراق في ظل قيادة صدام حسين. ورغم كل هذا فإن نظام الملالي نجح في البقاء بفضل عدد من العوامل، كان أول هذه العوامل امتلاكه قدرا ضخما من النقد من عائدات صادرات النفط.
وحول ما يتعلق بقتال المواطنين من أجل النظام، لم يكن الأخير بحاجة ملحة للمواطنين مرة أخرى نتيجة نجاحه في الاستعانة بمرتزقته من الدول المجاورة، خصوصا أفغانستان والعراق وسوريا واليمن ولبنان. وكانت خطط الحروب بالوكالة هي التي جعلت من قاسم سليماني بطلا في الجمهورية الإسلامية. في الواقع لم يكن سليماني بحاجة إلى أي خبرة عسكرية، وإنما كل ما احتاج إليها العمل آلة لضخ المال من أجل مقاتليه العاملين بالوكالة، وأكمل قائلا: إلا أن الوضع تبدل اليوم وتضاءلت العائدات النفطية عن ذي قبل، ويأمل النظام الإيراني في الحصول على نحو 60 مليار دولار سنويا لتغطية نفقاته الأساسية. أما الاحتياطي الحالي المخصص للحرب والذي جرى بناؤه على مدار سنوات عدة، فلن يتمكن من تغطية تلك النفقات الأساسية لأكثر من عام من الآن، وتمثل عنصر آخر مهم في استراتيجية النظام الإيراني في ثقته بأنه مهما فعل في الداخل أو الخارج فإن الدول الأخرى ستتحاشى دوما اتخاذ إجراءات قوية ضده، وستفضل الحوار والتوصل إلى تسوية، إلا أنه اليوم بدأ هذا الخيار هو الآخر في التلاشي. وواصل الحديث أنه ربما لا يزال الأمل يداعب الرئيس روحاني ومن يطلق عليهم فتية نيويورك المحيطين به في أن يصل مرشحا الحزب الديمقراطي إلى البيت الأبيض قريبا، لكن حتى لو حدث ذلك فإنني أشك في أن أي رئيس أمريكي في المستقبل سيكرر الأخطاء التي اقترفها باراك أوباما. حتى قوة براغماتية مثل روسيا لم تعد تبدو على استعداد لخوض اللعبة تبعا للقواعد التي صاغها الملالي. وأضاف الكاتب قائلا: ودارت الخطوة التالية في سيناريو الملالي حول تصوير أنفسهم على أنهم أشخاص وطنيون ومطالبة الإيرانيين بغفران الهفوات التي يقعون فيها باسم الوطنية الخالصة. الملاحظ أن معاون روحاني المقرب جواد ظريف والذي يتقلد منصب وزير الخارجية كثيرا ما يتحدث عن حضارة إيران الممتدة لسبعة آلاف عام، ويدعي أنه كنا سادة العالم قبل أن يظهر الأمريكيون على الخريطة. ومع ذلك يبدو أن هذه الحيلة لم تفلح هي الأخرى، ذلك أن غالبية الإيرانيين بمن فيهم كثير ممن يسوقون المبررات للنظام داخل الغرب يدركون جيدا أن الأيديولوجية الجوهرية التي يقوم عليها النظام الخميني تحمل في طياتها كراهية عميقة لكل ما هو إيراني. والملاحظ أن محاولة الملالي الأخيرة لتسويق الجنرال سليماني على أنه بطل إيراني وأيقونة قومية أثبتت فشلها مع إقدام متظاهرين إيرانيين على تمزيق صوره. وعن سيناريو المضلل الذي تتخذه الملالي، قال الكاتب: يدور ملمح آخر في سيناريو البقاء الذي ينتهجه النظام في إثارة آمال كاذبة من خلال الدفع بشخصيات يفترض أنها إصلاحية وقادرة على أن تضع على وجهها ابتسامة بدلا من الوجه العابس للنظام، وذلك لإرضاء بعض الإيرانيين وكثير من الأجانب السذج. ومع ذلك أصبح من الصعب اليوم تكرار هذه الخدعة، خصوصا أن المزيد والمزيد من الفاعلين داخل لعبة السعي وراء الإصلاح أدركوا أنه يجري التلاعب بهم لكسب مزيد من الوقت فحسب. وختم قائلا: وعندما أخفقت جميع الخيارات الأخرى أدرك الملالي أن بإمكانهم التشبث بالسلطة من خلال تنفيذ عمليات قتل وإلقاء قبض واسعة النطاق، وفي كل مرة استغلوا فيها هذه الحيلة نجحوا في كسب بضع سنوات إضافية، إلا أن الأمر قد يكون مختلفا هذه المرة. يذكر أن الموجة الحالية من المظاهرات اشتعلت في غضون أيام قليلة من سحق الانتفاضة الوطنية السابقة، وبدت الجولة السابقة من المظاهرات منقسمة بين المطالبة بتغيير في النظام والمطالبة بإجراء تغييرات شكلية بينها استقالة عدد من كبار المسؤولين. ومع هذا تركز المظاهرات الأخيرة بوضوح على المطالبة بتغيير النظام حتى من جانب بعض الساعيين نحو الإصلاح.
والآن مشاهدينا الكرام نعرج على بعض منصات التواصل الاجتماعي لاختيار أهم المواضيع التي تم تداولها خلال هذا الأسبوع، والبداية من تغريدة في تويتر لمستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، حيث غرد في صفحته بتويتر حول اتفاق الرياض وآخر التطورات فيه، حيث أكد أن هناك تقدم في اتفاق الرياض بدعم وإصرار من رئيس الجمهورية ومساندة ورعاية كريمة من القادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وغرد بن دغر قائلاً: تقدمنا بقيادة ودعم وإصرار من الأخ الرئيس على تحقيق خطوة مهمة نحو الاستقرار في عدن، تساندنا رعاية كريمة من القادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وكذا قادة الانتقال، وبتعاون كل العسكريين بدأت بالأمس الانسحابات العسكرية المتبادلة وسوف تستمر كما قامت بحصر بعض الأسلحة في عدن تمهيدا لجمعها. الدكتور محمد جميح سفير بلادنا لدى اليونسكو غرد حول اتفاق الرياض عن الانسحابات المتبادلة وبدء اللجان بحصر الأسلحة الثقيلة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية الشقيقة مصممة على إنجاح الاتفاق فيما يبدو أن المتضررين حريصين على إفشاله. وغرد قائلا: بدأت الانسحابات المتبادلة المنصوص عليها في اتفاق الرياض، وبدأت اللجان بحصر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في بعض المعسكرات في عدن. الاتفاق بالطبع ليس مثاليا وتنفيذه كذلك، لكنه أفضل وسيلة ممكنة لحقن الدماء. تبدو الرياض مصممة على إنجاح الاتفاق كما يبدو المتضررون منه حريصون على إفشاله. الكاتب الصحفي فتحي باللزرق حول اتفاق الرياض والتطورات الأخيرة والتي دعا فيها الجميع أن يكونوا عونا لتحالف دعم الشرعية ودعم خطواته التنفيذية على الأرض، وغرد قائلا: نبارك الجهود لجهود السعودية الهادفة لمتابعة تطبيق الرياض، نحتاج إلى أن نكون عونا لقيادة التحالف بعدن لدعم الخطوات التنفيذية على الأرض في مجال أمام الجميع، أو فلا مجال أمام الجميع إلا تطبيق الاتفاق لكي يعم السلام وتنعم بلادنا بحالة من السلم، كونوا عونا لهذه الجهود فهي طوق النجاة لنا جميعا. وإلى آخر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اخترنا لكم تغريدة من صفحة الصحفي والكاتب صالح البيضاني الذي تحدث عن إيران ومقوماتها الاقتصادية والعسكرية واصفا إياها بالضعيفة والهشة وتمتلك ترسانة أسلحة متهالكة، حيث غرد قائلا: إيران دولة هشة اقتصاديا وضعيفة عسكريا، حيث تمتلك ترسانة جوية وبحرية وبرية متهالكة، بينما قوتها الصاروخية ليست ذات فعالية في ظل تطور أنظمة الدفاع الجوي. سلاح إيران الفعال الوحيد هم مرتزقتها العرب في المنطقة. نأتي بكم الآن إلى آخر فقرات الصحافة وهي فقرة الرسوم الكاريكاتيرية، ونشاهد: We'll be right back.
وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حصاد الصحافة، نلتقي في الأسبوع القادم، لذلك الحين أنتم والوطن بخير، في أمان الله.